يلا ابتدي. Our lesson today is the study of some polynomial function. يعني هندرس شوية polynomial function. أول حاجة يبقى عندي f of x equal 3. ما دام equal 3 أو equal أي number it's a constant function. f of x أساسا يعني إيه يا ولاد؟ يعني y. يبقى ال y equal 3 لما أجي أرسمها على الاكس اكسس والواي اكسس اجي عند 3 عند الواي اجي عند 3 عند الواي يعني الواي ايكوال 3 اوف اكس ايكوال 3 يعني الواي ايكوال 3 يبقى هاجي عند الواي وارسم لاين دي كده باراليل للاكس اكسس دي كده باراليل للاكس اكسس دي كونستنت يعني الاكس تتغير تبقى ب 1 تبقى ب 2 تبقى ب 3 هي برضو اند سو اون هي برضو الواي عندي ب 3 سميناها كده كونستنت سميناها كونستنت فانكشن نمبر 2 نمبر 2 لينير فانكشن لينير فانكشن يعني ايه؟ لينير فانكشن يعني ايه؟ هيبقى عندي اكس 3 مثلا بلس 3 مثلا x minus 3 المهم ان الاكس تبقى الباور المهم ان الاكس تبقى الباور بتاعها 1 هاجي اعمل لها تيبل هاجي اعمل لها تيبل اختار اي 3 اختار اي 3 اي ثلاث قيم values اي ثلاث قيم من اكس براحتك براحتك لك مثلا اكس نيجاتيف 1 و0 و1 هنعمل سبستيتيوشن هنا هنعمل سبستيتيوشن هنا نشيل اكس وحط نيجاتيف 1 يبقى لو شلت الاكس وحطيت نيجاتيف 1 يعني هتبقى نيجاتيف 1 بلس 3 يعني ايكوالز 2 اوكي شيل الاكس 3 حط 0 0 بلس 3 شيل الاكس وحطي 1 3 شيل الاكس وحطي 1 1 بلس انا عندي كده 3 بوينتس ممكن انت انا عندي كده 3 بوينتس ثانيين اي 3 بوينتس ثانيين تعالي بقى اوكي تعالي بقى نرسم الكلام دوت نيجاتيف 1 اكس امشي على الاكس نيجاتيف 1 واطلع منها واطلع منها الواي 2 ادي اول بوينت 0 و 3 0 هنا اهي اطلع 3 على الواي 1 اند 4 على الاكس 1 على الاكس واطلع 4 للواي معيش رولر بس هي المفروض انها بالرولر كده 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 ده هنرسم كده 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 ده ستريت لاين اوكي نيجاتيف 2 اكس تعال ناخد كمان واحده بلس 3 نيجاتيف 2 اكس انا برضه بحب اعمل الاف اوف اكس ايكوال نيجاتيف 2 اكس بلس 3 اوكي يبقى تعال نعمل سبستيتيوشن هتبقى نيجاتيف 2 على 1 بلس 3 هتديني 1 اعمليها على الكالكوليتر كده يعني هنا 1 بعدين هنحط الاكس ب 0 اي حاجه باي 0 اي حاجه باي 0 0 بلس 3 بلس 3 تبقى 3 اوكي بعد كده نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 1 بلس 3 ده تبقى بلس 2 و 3 تبقى 5 سبستيتيوشن للكلام ده تعالوا بقى نعمل سبستيتيوشن للكلام ده 1 1 1 1 0 واطلع 3 امشي الاول على الاكس نيجاتيف 1 و 5 نرسم الكلام ده المفروض بالرولر هيبقى ده ستريت لاين اللي هي اللينير فانكشن احنا قلنا اول حاجه الكونستنت فانكشن اللي هي الاف اكس ايكوال نمبر لازم 3 مش لازم 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 5 وات ايفر بعد كده الاف اوف اكس بعد كده الاف اوف اكس لو ايكوال اكس ده الاكس الباور بتاعتها ب 1 بعمل تيبل لطيف زي ده اوكي برضو هعمل او كده بختار 3 برضو هعمل نفس التيبل بختار 3 فاليو عوض فيها في هوت في الاف اكس هتديني الواي وبعوض فيها تعالى ناخد بقى بيقول لي كومبليت
If the point, if one of the point of the function, x, g of x equal to x plus b, يعني هميس بي اول 4 دولار بيلونج للفانكشن تي اه يعني ايه بيلونج؟ يعني ايه يعني هنا الشغلان دي عندها اكس وعندها واي؟ يبقى لو شلت الجي اوف اكس هحط مكانها الواي تبقى ب 4 نشيل الاكس ونحط مكانها ايه؟ نشيل الاكس ونحط مكانها ايه؟ الاي يبقى 2 اي بلس بي تمام. شوف هنا السؤال بيقول then 6a plus 3b. طب انا عندي 2a plus b ال 2 عشان تبقى 6 ال 2 عشان تبقى 6 اعملها باي 3 باي 3 يعني انا هروح عامل ملتبلاي للايكويشن كلها باي 3 دي هتبقى 6a دي هتبقى 6a plus 3b ايكوالز برضه الفور هتعمل لها باي 3 تبقى 12 يعني يا ميس هنكتب 12 دي هنا اوكي تعال شوف السؤال ده if the straight line which represent the function f of x plus x plus a pass through the origin. ايه الاورجن بوينت؟ اللي هي زيرو وزيرو هي دي الاورجن بوينت. انا عندي خلاص يبقى انا عندي هاجي هنا في الاف اوف اكس ايكوالز 2 اكس بلس اي الاف اوف اكس اللي هي الواي زيرو ايكوالز 2 اكس يعني 2 باي زيرو عشان هي بس ثرو ذا اورجن بلس اي يبقى الاي هنا ايكوالز يس زيرو خلاص يعني هو عايز الاي ايكوال كام طلعت بزيرو اه طلعت تمام بزيرو تمام. تالت حاجه عندي الكوادراتيك فانكشن يعني الكوادراتيك فانكشن يعني ايه كوادراتيك؟ يعني الاكس تبقى باور 2 عايزني اخدها من اول نيجاتيف 2 لغايه 2 اما اجي ارسمها انا عايزني اخدها من اول نيجاتيف 2 لغايه 2 فانا هعمل تيبل كده الاكس بلونج اكس واكتب اف اوف اكس هكتب نيجاتيف 2 هو قال لي الاكس بلونج من نيجاتيف 2 لغايه 1 زيد 1 2 بعدين همسك الكالكوليتر بتاعي هعمل مود في الايكويت في الكالكوليتر اللي هي 570 هتدوسي 5 في 3 الكالكوليتر في الكالكوليتر اللي قبل كده هتدوسي 3 3 ادي 5 وادي 3 هتبصي تلاقي في الكالكوليتر ازاي اداني بي اي وبي وسي الاي اللي هي الكوفيشنت اوف اكس باور 2 والبي الكوفيشنت اوف اكس والسي كوفيشنت اوف ابسوليوت تمام. طب هنا عندي كوفيشنت اوف اكس باور 2 هكتب 2 طب يعني ما عنديش لا اكس ولا عندي ابسوليوت 0 ايكوال 0 ايكوال سوري يا بنات سوري احنا عايزين التيبل مو التيبل تيبل 7 اف اوف اكس ايكوال هنا بقى بيقول لك اف اوف اكس ايكوال عايزين نكتب دي 2 اكتبها ازاي بدوس على الالفا بيت في عندي نوت البراكت دوت اكس باور 2 ودوس خلاص كده انا خلصت الفانكشن بتاعتي هو بيقول لي ستارت 1 لا انا عايز استارت من نيجاتيف 2 يبقى هقول نيجاتيف 2 ايكوالز اند هو عايز تنتهي عند الفايل انا كنت في الانترفال اللي هو عند الانترفال عايز ينتهي عند 2 يبقى 2 ايكوالز ودي سهل هيديني الاكس اللي انا كتبتها قدامها الواي طلعها اللي هو هي حالي اللي هي عندي هنا هتبقى 8
2 0 خلاص التيبل دوت هناخد تاني في حاجه تانيه بس ناخد بس ازاي نرسم لسه حاجة اكتبوا اللي احنا عملناه دوت انا عايزاه بس يبقى قدامنا شويه نيجاتيف 2 و 8 ادي نيجاتيف 2 وادي 8 نيجاتيف 1 و 2 نيجاتيف 1 و 2 0 0 1 و 2 2 و 8 ده كيرف ممنوع ترسم بالمسطرة لازم يترسم بإيدي تمام اوكي اول حاجة هو عايز الفيرتكس اهي النقطة دي او لما نيجي نبص على التيبل بتاعي بصوا كده بصي على الواي هتلاقي في رقم قبليه اللي هو الزيرو قبليه 2 بعديه 8 قبليه 8 بعديه اتشقلب كده ما دام هو اتشقلب كده ده الفيرتكس يبقى ده ايه؟ الفيرتكس بكتب الفيرتكس ايكوال زيرو الفيرتكس ما ننساش عندها اكس وعندها هيسألني الايكويشن اوف اكس اوف لاين اوف سيمتري اللي هو الاكس اوف سيمتري اللي هو الاكس اوف سيمتري احنا في الفيرتكس الاكس بكام؟ بزيرو اكس ايكوال لو الاكس كانت ب 2 لو الاكس كانت ب 2 يبقى اكس ايكوالز 2 دام رسمتي عامله كده دام رسمتي عامله كده زي الطبق كده لفوق او زي الفي او زي السبعه او زي الفي او زي السبعه معناها البوينت دي مينيمم فاليو ليه مينيمم فاليو؟ دي معناها انه البوينت دي مينيمم فاليو ليه مينيمم فاليو؟ عشان هو اقل قيمه للوان رسمه مينيمم اور ماكسيمم عشان هو اور ماكسيمم فانت اللي بتحددي هو مينيمم ولا ماكسيمم ما دام الرسمه كده عامله زي السيفن او زي الفي زي السبعه قصدي او زي السبعه قصدي او الفي يبقى دي مينيمم المينيمم بكام؟ المينيمم بكام؟ الواي عندي في الفيرتكس كام؟ زيرو يبقى هي بزيرو تمام؟ تمام؟ ناخد واحده ثانيه عشان برضه ايه الدماغ تبقى احلى كده ونفهمها اكتر لما ابص على الاف اوف اكس دي يا بنات اول ما بص على الاف اوف اكس دي الاقيها بلس 1 ماينس 3 اكس بلس اكس باور 2 عايزه تكتبيها كده اوكي عايزه تكتبيها كده اوكي مفيش مشكله هنكتبها بس الاول انا بجهز حاجه اكس والاف اوف اكس هجهز الاكس والاف اوف اكس ادي اكس وادي اف اوف اكس قلنا من نيجاتيف 1 لغايه 4 يعني نيجاتيف 1 0 2 1 2 3 4 نيجي هنا اهو انا هرجع تاني يعني الكالكوليتر ما شفتوش ادي مود ادور فين تيبل عندي اللي عندي هنا في 7 في 7 هو اداني اف اوف عايز اكتب الايكويشن دي هكتبها عايز اكتب هكتبها عادي خالص ماينس 1 ماينس 3 اكتب اكس شيفت اكس اهي اكس بلس الفابيت اكس باور 2 الفابيت باور اكس باور 2 انا عايزه تمام انا عايزه الموضوع كله من نيجاتيف 1 هو هيقول لي ستارت من 1 لا من نيجاتيف 1 يا حبيبي اند 5 ايكوال عايز اند 5 لا احنا عايزين الاند 4 خلاص هو مديني هيديني الارقام بقى انا هبص على الارقام بتاعت الاف اوف اكس عشان انا عندي انا كتبت الاكس خلاص انا كتبت الاكس هبص على الاف اوف اكس اللي هي
5 1 نيجاتيف 1 خلاص انزلي بالسهم لتحت نيجاتيف 1 1 5 نرسم الكلام دوت تعالوا نرسم الكلام دوت ادي الاكس اكسس والواي اكسس الاكس 1 2 3 4 ونيجاتيف 1 هنا 1 2 3 4 5 النيجاتيف 1 مع 5 مع ال 1 الزيرو مع ال 1 ال 1 مع النيجاتيف 1 ال 2 مع النيجاتيف 1 ال 3 مع ال 1 3 مع ال 1 ال 4 مع ال 5 تعالوا نرسم كده كده يا ميس طب ما فيش فيرتكس هنا طب نجيب الفيرتكس بقى الفيرتكس الاول لما تبقى حاجه زي كده ما عندهاش فيرتكس بقول ان الاكس نيجاتيف بي اوفر 2 اي الاي اتفقنا ان هو الكوفيشنت اوف اكس باور 2 يعني ايه كوفيشنت يعني ايه كوفيشنت يعني الرقم اللي قصاد الاكس باور 2 والبي اللي هو اللي قصاد الاكس كوفيشنت اوف اكس يعني هنا هتبقى كوفيشنت اوف اكس باور 2 1 والبي بنيجاتيف 3 يبقى 3 على 2 يعني بوينت 5 انا عايز اشوف بقى ال 1.5 دي تديني في الواي كام؟ يعني خلاص كده انا عايز انزل عند 1.5 اجي اعمل سبستيتيوشن في 1.5 يعني الواي هتبقى ماينس 3 باي 1.5 بلس 1.5 باور 2 على الكالكوليتر اطلع من الكلام دوت بدوس مود 1 نعمل 1 ماينس 3 باي 1.5 بلس 1.5 باور 2 ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 4 يعني ناخد هنا ادي 1.5 انزل نيجاتيف 5.4 يعني نيجاتيف 1 شويه وهي المفروض 1 اوفر 4 يعني وهي المفروض 1 اوفر 4 يعني انا جبت الفيرتكس كده يبقى خلاص انا جبت يعني الفيرتكس بتاعتي يعني دي بقت الايه؟ الفيرتكس يعني انا لما اقول ان الفيرتكس 1.5 الاكس بتاعي نيجاتيف 5 اوفر 4 الواي بتاع سيمتري قلنا اللاين اوف سيمتري equals x equals 1.5 تمام ويبقى المينيمم المينيمم تبقى نيجاتيف 5 اوفر 4 فاضل لي سؤال مهم جدا 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 وجا شبهه في الامتحان السنه اللي فاتت f of x equal 9 minus x مش اي بوينت على الاكس اكسس مش بوينت اكس اكسس الواي بتاعتها بزيرو صح صح يعني انا ممكن اقول انه 9 ماينس اكس باور 2 ايكوال زيرو ودي الاكس الناحيه الثانيه يبقى دي اكس باور 2 ايكوال 9 تيكينج سكوير روت تو ذا بوست هل الاكس ايكوال بوستيف ولا نيجاتيف 3 يبقى معنى كده ان سي بقت 3 عشان هي ناحيه البوستر والاي بقت نيجاتيف 3 ولما يقول لي فايند ذا كوردينيت ولما يقول لي فايند ذا كوردينيت الكوردينيت يعني اكس واي هتبقى يعني اقول له الاي هتبقى نيجاتيف 3 وزيرو سي والسي تبقى 3 وزيرو تمام طيب اي بوينت على الواي الاكس بتاعتها بايه؟
بزير. طب ما هي f of x يعني y equal 9 minus x power 2. قلنا اي بوينت على y، احنا قلنا اي بوينت على y الx بتاعتها بزير، يعني دي بزير minus 9 y equal 9، يبقى ال y equal 9 كام؟ يعني معنى كده ان b كام؟ b يعني 0 و 9، يعني اللاين ده 9. واحنا قلنا ان السي بي 3 صح؟ هنا الايه نيجاتيف 3. انا لو عايز احسب لانش هحسب اكيد دي بنيجاتيف، مش هحسب اكيد دي بنيجاتيف لان مفيش لانش بالنيجاتيف. انا مشيت 3 وكمان 3 كام؟ يبقى الاي سي بكام؟ 6 برافو. يعني الاي سي 6 ايكوال 6. والاو والاو بي اللي هو بربنديكولار هيبقى ب 9. طب بقول لك find the area of triangle ABC. يبقى الاريا equals half base by height. تمام جدا. البيز عندي ب 6 والهايت ب 9. يبقى equals half by 6 by 9. يبقى equal 27 سنتيمتر سكوير. اوكي. معلش بنات وطلع لكم حاجات كده تبقى فيها شوية أفكار. تعالوا نحل دي عشان دي جت في الامتحانات. بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر اي بي الام 0 0 تمام كده. هرسمها عندي لو مش واضحه هرسمها عندي خلاص احسن. ادي الاكس واللي بارل هنا عن فور يعني البي بفور وكده هو ده ايه؟ هو اي هو اي الاف اوف اكس بفور والجي اوف اكس ايكوال ام اوف اكس بلس كي. And the area of triangle ABC area ALE square unit. Find the value of M and K. الاريا بإيه؟ مش عارفة هو خلص ولا ما خلصش. الاريا عندي بفور يعني هاف بيز باي هايت. طيب يعني اي بي باي بي او يبقى الاريا ايكوال هاف باي بي اي باي بي او. هو قال لي ان البوينت ديت بفور يبقى هاف باي فور باي بي ايه؟ والاريا اصلا هو قال لي ان هي بفور. دي تروح مع دي يبقى البي ايه؟ ايكوالز 2. تمام. انا كده كده عارفه ان الواي بتاعتها بفور. الواي بتاعتها بفور. يبقى ايكوالز 2 و 4. لما انا عرفت الايه اللاين دوت اللي هو الجي اكس جي اكس باسنج ثرو باسنج ثرو 0 0 باسنج ثرو 2 4 وباسنج ثرو 2 4. تعالي بقى لما هي باسنج ثرو 0 0 بتعدي على 0 0 يعني بتعدي على 0 0 هتشيل الاكس نحط 0 ونشيل الواي نحط 0 يبقى 0 بلس 0 ايكوالز
0 plus k. ان 0 معنى كده ان k طلعت بكام؟ بزيرو. معنى كده ان k طلعت بكام؟ بزيرو. طب انا عايز اعرف ايه واعمل فيها سبستيوشن هنا. هاخد الاي واعمل فيها سبستيوشن هنا. الواي عندي ب4. الاكس عندي ب2 والواي عندي ب4. ان يبقى 4 ايكوال ان. بس الكي اللي هي بزيرو. بس الكي اللي هي بزيرو. بس انا بكتبها بس انا بكتبها لكم كده. يبقى 2 ان. يبقى 4 ديفايد باي 2. يبقى الان باي ايكوال 2. يبقى الان ايكوال 2. بس انا كده عايز.